كابتن، طبعا داخلين المباراة بثلاث نقاط، معنويات عالية، توقعاتكم مباراة الليلة مع الحسن اللي هو يلعب أول مرة في المجموعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول ذا بدأ أحب أشكر مدرسة أحمد بن نعمان على التنظيم الجيد للبطولة وعلى الاهتمام الإعلامي الكبير من خلال التغطية الإعلامية الكبيرة. بالنسبة للمباراة، طبعا كل مباراة ولها ظروفها، فإن شاء الله احنا داخلين بنية الفوز بإذن الله، وإن شاء الله يعني نحصل على الثلاث نقاط و على اساس ان نكون في المركز الاول ونقابل الثاني من المجموعه الثانيه. بتخبرنا عن مباراه اليوم ضد موسى بن نصير، طبعا موسى عنده ثلاث نقاط اوريدي، انتم اول مباراه لكم بعد انتظار اسبوعين بسبب انسحاب فريق الخوض، تخبرنا عن استعدادكم لهذه المباراه كابتن سلطان. والله الاستعداد قبل ان تنطلق قرعه البطوله حمبادين نستعد للبطوله، والاستعداد الحمد لله على قدم وساق. نحن قارين من فريق موسى من قبل من بعد القرعة، نحن كنا نتابع فريق موسى عن كثف، وفي المباراة الأولى من فريق موسى والله هناك سبعة أسباب تخلينا اليوم نفوز على موسى، وثلاث أسباب تخلينا نخسر أمام موسى. إذا استطعنا أن نستغل هالسبعة أسباب والتغلب على الثلاث أسباب، نحن اليوم قادرين نكسب موسى إن شاء الله وبنتيجة. تواصلت مباريات الجولة الثانية من بطولة شجع مدرستك مع جوتن للمعلمين، حيث التقى فريقا مدرسة موسى بن نصير مع مدرسة الحسن بن هاشم ضمن مباريات المجموعة الثالثة من البطولة. بدأ اللقاء قويا بين الفريقان منذ البداية، فحاول كل فريق إحراز هدف التقدم من خلال الهجمات المتبادلة والتي توالت من الجانبين خلال الشوطين، والتي لم تنجح محاولاتهم العديدة لإحراز هدف التقدم، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي. وقد غلب على المباراة طابع الندية والخشونة من جانب الفريقين، حيث حصل لاعبو الفريقين على العديد من الإنذارات، ولكن على الرغم من ذلك فإن المباراة جاءت حماسية وتفاعلية، حيث وصفت بأنها من أجمل لقاءات البطولة. وقد حصل اللاعب خالد الغفيلي من مدرسة موسى بن نصير على جائزة أفضل لاعب في المباراة. أنا خالد الغفيلي من مدرسة موسى بن نصير أفضل لاعب في المباراة. كابتن، كيف كانت المباراة؟ تخبرنا عن المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما عارف فريق داخل بقوة للمباراة، أول مباراة له ويطمح للفوز، فعمل لنا ضغط شوية، والحمد لله أن قدرنا أن يعني مثل ما عملنا ضغط عملنا لهم ضغط، وانتهت النتيجة مثل ما شايف بالتعادل. هي المباراة الأولى دائما تكون صعبة في البداية، لأن الشباب بعدهم لا تعودوا على جو البطولة، وهي أول مباراة، لأن أول ظهور للفريق الحسن من تقريبا جميع الفرق لعبت المرة الثانية والحسن تلعب للمرة الأولى. فالفريق الثاني داخل بثقة أكثر، وفريقنا دخل بثقة شوي أقل، يعني مش بثقة لكنه بعد ما دخل في جو البطولة جو المباريات، ولكنهم أدوا زين يعني، ولكن شوية كان في شد وجذب من بعض القرارات التحكيمية. هم المفروض يعني قرارات تحكيميه في جانب انهم ما يتنرفزوا، ولكن حدث بعض النرفزه وهي هذه اربكتهم وضيعت لعبهم. معنا كابتن صالح الجابري مدرب موسى بن نصير. كابتن، مبروك الصعود. الله يبارك فيك. تخبرنا عن المباراه كيف دارت، كيف قدرتوا تستحوذوا على الكوره بحكم الضغط اللي صار عليكم من الحسن بن هاشم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحه نحب نبارك للشباب في هذا اليوم الوطني، يوم العيد 18 نوفمبر، وكنا نتمنى نفوز ونجيب ثلاث نقاط، لكن هم عملنا المطلوب، كان نلعب فرصتين الفوز او التعادل حتى نضمن التاهل، والحمد لله قدر الشباب يعملوا يعني الفارق وقدروا يعني يحددوا الهدف اللي باغينه، والحمد لله تحقق وهو الصعود الاهم شيء. ان شاء الله ان شاء الله احنا متوقعين ان شاء الله بنصعد دور ثاني، وهذا املنا، واذا كان كتب لنا نصيب على اساس ان احنا ناخذ البطوله اكيد هذا حق مشروع للجميع.